آسفين، زوجتك توفت ولا يمكنك مقاضاتنا. خلوني أحكي لكم عن واحدة من أغرب القضايا في المحاكم الأمريكية حالياً. زوج رافق زوجته إلى مطعم في ديزني سبرينغز بفلوريدا، ولأن الزوجة عندها حساسية من الألبان والمكسرات، أكدت على العاملين في المطعم أكثر من مرة على سلامة الوجبة. طبعاً المطعم أكد أن الوجبة آمنة تماماً ولا يمكن تشكل خطر عليها، وبعد 45 دقيقة أغمى عليها وتم إسعافها، ولكن للأسف توفي. القصة ما انتهت، الزوج رفع دعوى قضائية ضد عملاق الترفيه ديزني مطالب بالتعويض، ولكن دفاع الشركة أكد بطلان القضية لسبب غريب. لا يمكنك مقاضاة الشركة لأنك قبل 5 سنوات اشتركت في تجربة مجانية في ديزني بلس ووافقت على الشروط والأحكام، ومن ضمنها شرط أنه لا يمكنك مقاضاة الشركة إلا عن طريق التحكيم. وأكد محامي الشركة أن التذاكر المنتزه اللي اشتراها الزوجين بتنطبق عليها نفس الأحكام والشروط. وهيك انتهت القصة، والكل عبر عن أسفه وحزنه على وفاة الزوجة. ولكن بيبقى السؤال، كم من الشروط والأحكام اللي منوقع عليها كل يوم بحياتنا وما منعرف شو مذكور فيها؟ ولو بدنا نقرأها بدنا ساعات طويلة، فشو الحل برأيكم؟ وكم مرة وقعتوا على قوائم شروط وأحكام من دون ما تقرأوها؟